تحت الضغط. مريز والأستاذ خالد، الأستاذ خالد ومريز، وعندنا 10 أسئلة في 45 ثانية. أستاذ خالد هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. مريز تعالي مكاني. طبعا يا مريز انت حافظة تحت الضغط كويس جدا، والنتيجة قربت تبعد، محتاجة كل إجابة، الإجابات بصوت واضح. اتفقنا؟ اتفقنا. جاهزة؟ إن شاء الله. نطمن على الأستاذ خالد. تمام. تحت الضغط كاونتر، ما هو نظام الحكم في دولة زيمبابوي؟ جمهوري. صح. كم عدد الساعات في 4 أيام؟ 96. صح. من هو الفنان الذي قام بدور بسيوني في فيلم الباشا التلميذ؟ كريم عبد العزيز. صح. ما هي جنسية الشاعر الراحل أبو القاسم الشابي؟ تونسي. صح. فنان راحل صاحب أغنية أهواك، عبد الحليم. صح. كم عدد أرجل للنحلة؟ 6. صح. تم تشييد معبد الدير البحري في عهد إحدى ملكات مصر القديمة؟ حتشبسوت. صح. ما هي عاصمة الأردن؟ عمان. صح. في أي قارة توجد دولة موريشيوس؟ آسيا. غلط. تحترف البطلة المصرية فريدة عثمان إحدى الرياضات؟ السباحة. صح. برافو عليكي. برافو عليكي. 9 إجابات صحيحة. موريشيوس. موريشيوس دي لو جبتيها صح كنت خدت 10. موريشيوس. تعالي هنا. لازم تاخد 10. كان لازم تاخد 10. سليم عزيز أستاذ خالد ينضم لينا. فاجئتينا فاجئتينا. برافو عليكي. هي الأسئلة مش صعبة الحقيقة. الأسئلة سهلة. وانت كنت مركزة وبتجاوبي بسرعة، يعني ما كنتيش بتدي فرصة لنفسك تفكري. أستاذ خالد، أستاذ خالد مهمتك بقت صعبة. مريز تألقت. هي الحقيقة الأسئلة مش صعبة، الأسئلة سهلة، ولكن كانت بتجاوب في ثانية. فإيه اللي حصل؟ قلت العشر أسئلة، جاوبت على كام؟ على الأقل 7. يبدو 9. كويس. فبقى قدامك صراع ومسؤولية مش سهلة. طبعا. جاهز؟ أكيد. تحت الضغط كاونتر، ما هو نظام الحكم في دولة زيمبابوي؟ جمهورية. صح. كم عدد الساعات في 4 أيام؟ 96. صح. من هو الفنان الذي قام بدور باسيوني في فيلم الباشا تلميذ؟ بص. ما هي جنسية الشاعر الراحل أبو القاسم الشابي؟ تونس. صح. فنان راحل صاحب أغنية أهواك، ومن هو؟ عبد الحليم حافظ. صح. كم عدد أرجل النحلة؟ 4. غلط. تم تشييد معبد الدير البحري في عهد إحدى ملكات مصر القديمة؟ حتشبسوت. صح. ما هي عاصمة الأردن؟ عمان. صح. في أي قارة توجد دولة موريشيوس؟ أفريقيا. صح. تحترف البطلة المصرية فريدة عثمان إحدى الرياضات، فما هي؟ سباحة. صح. هرجع لك تاني، من هو الفنان الذي قام بدور باسيوني في فيلم الباشا تلميذ؟ اتفضل. باسيوني. 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 أيوة. مين؟ مش عايز يجي في ذهني الاسم. كريم عبد العزيز طبعاً. كم إجابة صح؟ 8. 8 إجابات صحيحة و9 إجابات صحيحة. برافو عليك يا مريز. وعشان نقط هدية من الأستاذ خالد لمريز، وجاوبته على كل الأسئلة. كلنا نحيي أستاذ خالد ومريز. مريز وأستاذ خالد اتفضلوا. تألقت يا مريز. برافو عليك. 9 إجابات صحيحة ب45 نقطة و10 نقط هدية، بقيته كام؟ 105. عيلة غالي 105. عيلة خالد كنتوا كام؟ 80. 80 وتمن إجابات صحيحة ب40 نقطة، بقيتوا 120. الفرق قرب 15 نقطة، يعني المباراة رجعت تاني في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.